شاب كده من مصر الجديدة راح الصعيد عشان يدي محاضرة، راح يديهم يعلمهم حاجة يعني، فقعد جنب أبونا وبيعلم. فيزر كان بيكلمهم عن الخوف أو حاجة كده، فقال لهم ما تخافوش من حاجة خالص، وحتى لو شفتوا حاجة تخوفكم قولوا باسم يسوع المسيح أربطك، حاجة تخوفكم هتتربط على طول مش تيجي تأذيكم يعني. خلص الاجتماع على الساعة 5 والناس مشيت. الساعة 11 ونص بالليل ولا حاجة، واحدة ست جات قعدت تخبط على أبونا، يا أبونا افتح يا أبونا. فتح أبونا، خير يا ست؟ قالت له فين الأستاذ؟ لا الأستاذ نايم عشان عندنا قداس الصبح. صحي. لا ليه يا ست؟ قالت له في مصيبة في البيت لازم يجي يشوفها. قال لها طب الصبح؟ قالت له لا ده لازم يجي يشوفها دلوقتي. فأبونا خاف على الواد، فراح واخده ورايح على ايه؟ على بيت الست. لقيوا ايه بقى؟ حاجة أعجب من الخيال. الست صحيت بالليل لقيت قدامها حرامي سرق كل اللي في البيت، وطبعا كان ممكن يقتلها لأنها فتحت عينيها وشافته، وهي عندها حاجة و80 سنة وعايشة لوحدها أرملة. فخافت منه، فراحت قالت له باسم يسوع المسيح أربطك. الرجل اتربط ما قدرش يتحرك خالص، فراحت واخد الحاجات بتاعتها كلها وقعدت تحطها في مكانها تاني. الراجل قال لها يا ست سرقت خدتي كل حاجة تاني، سيبيني بقى أمشي. قالت له صدقني نفسي خليك تمشي، بس أصل الأستاذ قال لنا إزاي نربط بس ما قالش إزاي نفك، فأنا هروح أجيب لك الأستاذ يفكك. فراحت مع أبونا والأستاذ، قالت له يا أستاذ لو سمحت ممكن تفكه لو سمحت. طبعا الأستاذ فاتح بقه مش مصدق روحه إنها لزقت راجل في الأرض يعني، ولا أبونا مصدق. فقالوا لها شوفي شوفي يا ست محدش يقدر يفك الراجل ده غيرك، بإيمانك البسيط ده قولي له باسم يسوع المسيح أفكك. فراحت قالت حاضر، وراحت قالت له إيه باسم يسوع المسيح أفكك. فالراجل قدر يمشي وركع ركع وقال قولوا لي أي قوة تقدروا تعملوا بيها حاجة زي كده. الإيمان البسيط إيمان حلو، إيمان جميل، إيمان يخلينا نوصل للسماء بسهولة، لكن إحنا دايماً بنقعد نفكر كتير.